عندنا الدجاج ديال العاده الطريقه ان شاء الله واخا عندنا بعد ديال الدجاجات مغسولين مزيان نعطيك الطريقه والمقادير في نفس الوقت واخا ان شاء الله بعد ديال الدجاجات مغسولين مزيان كنوجد لهم الشاموله ديالهم عندنا ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الرموطارد معلقه ديال السمن زعفران حار سكنجبير طري محكوك شويه ديال واحد المعلقه ديال فرقم بلدي وشويه الزعفران الملون غير على حسب باش الا بغينا نحمر الدجاج واخا عندنا ديك لا كولوغ الثومه محكوكه عصير حامضه وشويه البزار كنديرو لا مارينات لهذا الدجاج ونخليه واحد ساعتين ونشرملو فيه الدجاج لا يبات المهم الا كنا زربانين حتى الصباح لا كان عندنا الدجاج في الدار نشرملو من الاحسن في الليل كنشعلو العافيه كنديرو في طنجره ونزيدو ليه شويه ديال واحد نص كيلو ديال البصله وشويه ديال الزيت ونوضو يطيب دابا غندوزو للحشو الحشو عندنا نص كيلو ديال الرز مسلوق الماء والملحة و العود ديال البيديانا وعود القرفة والقنفل جينا من السم كيتواتى مع هاد الدجاج اللي طيبنا الماء والملح وباديانا وشوية القرنفل ياك حبات من القرنفل والملحة زيت ديال الرز ان شاء الله نص كيلو تقريبا اللي غنعمرو بها الدجاج من كيتسلق كنحطو على جنب كناخدو نص كيلو ديال البصلة كنشحوها شوية ديال الملحة والبزار وتتشحى مزيان كنزيدو ليها واحد ربعة ديال الكفتة ونخليوها على جنب كنسلقو واحد نص كيلو ديال اللوز ربعة تنخليوها خضرا وربعة تنحمروها هذيك اللي خليناها خضرا كنقطعوها رقيقة طويلة لا شتي غتبلو هذا انا فيها صنوبر كتجي باينة في شكل واخا كندوزو لديك الكفتة اللي شحانة كنزيدو عليها ديك الرز كنلوحو عليها هاد اللوز اللي قلنا قطعناه طويل واحد جوج مغارف من ديك لاصوص ديال الدجاج تيكون الدجاج طاب كنحيدو منها جوج مغارف باش كنسمو ديك الرز كنحطو على جنب من بعد كنشدو ديك الدجاج من كيطيب كنحمر في الفران كندهنو الزبدة ونحمر ونحلو السدا ديالو بالمقص ايه واخا نحلو باش يبان ونبدا نعمرو كيجي هائل كنشوفوه المشاهدين في الصورة كيجي لا بريزونطاسيون كتجي ديالو زوينة وكيجي بنين يعني ملي كتحلي ديك الحلة يعني كتبان شوية من ديك الحشوة كيعطي واحد المنظر كتبان نيت كيبان كتكون في الداخل وكيكون على برا باين بحال هو طيب معاها واخا هو غير صافي كنبريزونتي الرز كنعمرو به وديك الشيء اللي بقى لينا بقى الرز في الوسط ديال في وسط شي قالب كنعمرو به ونديرو في الوسط واخا والدجاج داير به نصوص كنديرها في زليفات والرز اللي قلينا تنشرهم فوق نشو اللوز نشو بيستاج نشو الزبيب كيبقى الاختيار تزيين على حسب الابداع كل سيده في واخا الله يعطيك الصحه هذا يعني دجاج بالنسبه للضيافات بالنسبه للعرضات مناسب جدا وتجي تابنين واخا تبارك الله عليك لا سميره